أطلقت مديرية الصحة بأسوان القافلة العلاجية المجانية بمنطقة صحراء التابعة لمركز أسوان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وضمت القافلة 10 تخصصات طبية وأكثر من 230 نوعا من العلاج. وشهدت القافلة توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء جراحات وأشعة رنين مغناطيسي ومقطعية للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة. وتستمر أعمال القافلة حتى غدا الاثنين بنفس المنطقة.